ما هي العبادة التي كان يمارسها رسولنا الكريم قبل الإسلام؟ الجواب هو كان على ملة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. ما اسم أكثر شخص أدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو عمه أبو لهب. من هو الشخص الأكثر شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو الحسن بن علي رضي الله عنه. من هو صاحب سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ما اسم الراهب الذي رأى خاتم النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب